بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدرسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الحديث يذكر فيه هذا الصحابي الجليل وصفا من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وبعض شمائله وأخلاقه ونعوته عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم عظيم الأخلاق، جميل الصفات والنعوت والشمائل والأخلاق، ويكفيه أن الله تعالى قال فيه صلى الله عليه وسلم الجود، ومعنى الجود هو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. الجود أن تكون جوادا، أو معنى الجود أن تعطي الشيء الذي ينبغي للذي ينبغي أن يعطاه وأن يأخذه. فمن صفاته صلى الله عليه وسلم وأخلاقه العظيمة الذي انتشرت في الآفاق وظهرت في سيرته مع الناس كلهم الجود، فهو أجود الناس، فهو في المرتبة الأولى من الجود. وكان يزداد جوده وهو دائما على الجود في رمضان. فيفيدنا الحديث أن رمضان كما ذكرنا مدرسة، ومما نتعلم فيها الجود وزيادة الجود. كان صلى الله عليه وسلم يظهر جوده ويزداد جوده وهو دائما جواد في رمضان، وذلك لأنه كانت تجتمع له أمور كثيرة، ومنها هذا الشهر العظيم، شهر رمضان شهر فضيل، والأمر بركة الزمان، ثم فيه عبادة عظيمة وهي الصيام، ثم كان جبريل يأتيه عليه السلام وهو أفضل الملائكة، وكان إذا جاءه يدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن. هذا نبي الله الذي يأتيه الوحي ويكلمه جبريل وهو ينادي من لا نناجي، ومع ذلك كان في رمضان في كل ليلة يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. فحري بنا نحن، ونحن أحوج ما يكون في أن نزداد قربا من الله، أن نكون على هذا الخلق العظيم وهذا الوصف الجليل، ألا وهو أن نتدارس القرآن كل ليلة من ليالي رمضان. قال: فلا رسول الله حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. لما يأتيه جبريل ويدارس القرآن فيكون جوده صلى الله عليه وسلم أكثر من تلك الريح المرسلة اللينة التي لا يأتي منها إلا ما يفيد النبات من نقل ما يلقح من نبات إلى آخر، فلا يكون من فوائدها إلا ما هو خير ونفع عام. كذلك كان عليه الصلاة والسلام. فإذا الواجب والذي ينبغي والذي نستفيده من هذا الحدث منه صلى الله عليه وسلم أن نكون على وصف الجود، وهو أن نعطي ما ينبغي لمن ينبغي، وأن يزداد جودنا في هذا الشهر العظيم، وأن نبحث عن من يحتاج ما ينبغي لنعطيه ما ينبغي. ومن أعظم الأشياء التي تزيد الجود هو أن تقرأ القرآن، وأن تجتمع مع من تتلو معه القرآن، وخاصة في هذا الموضع أو في هذا الحال الذي نعيشه، فينبغي لنا أن نجتمع في عوائلنا وفي منازلنا وبيوتنا من غير أن تكون اجتماعات خارجا، خشية ما
قد يقع من الضرر، ولكن في البيت يجتمع الإنسان مع أهله وأولاده فيقرؤون القرآن ويتدارسون القرآن، وبينهم كتاب في بيان بعض كلمات القرآن، إذا لم يفهم كلمة راجع حتى يتبين فهمها. فنستفيد من هذا الحديث العظيم أنه مما ينبغي أن نستفيده ونتعلمه في هذا الشهر أن نزداد جودا، نبحث عن من يحتاج لنعطيه ما يحتاجه. ومما نتعلمه أن القرآن يزيدنا جودا على جود، فينبغي أن نجتهد في مدارسة القرآن وفي مذاكرة القرآن. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان آخر عمره ونعي إليه وجاءه ما يدل على أنه يموت في ذلك العام، دارس وتقرأ وعارض القرآن مع جبريل مرتين، فهذا يدل على أن الإنسان والإنسان لا يدري أجله متى يكون، فينبغي على الأقل في كل رمضان أن يدارس القرآن على الأقل مرتين، ولا ينقطع عن ذلك في سائر السنة. ولكن رمضان شهر القرآن، بارك الله لنا في هذا الشهر الفضيل وفي هذا الزمن المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال، وأن يوفقنا لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء، وأن ينزل علينا ثوب الصحة والعافية، وأن يرفع البلاء عن بلدتنا وبلدنا والأمة وعن العالم أجمع، إنه سميع قريب. ولا ننسى أن نجتهد في قراءة كتاب الله عز وجل والاجتماع عليه والاستفادة من بعضنا البعض وتصحيح القراءة من بعضنا البعض، فإن في ذلك خير وأجر عظيم، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.